السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حصة اليوم. اليوم إن شاء الله غنتعرفوا على مصطلحات وبعض العبارات تتعلق بالسفر بالفرنسية. فأولا السفر هو le voyage. le voyage. فلنبدأ على بركة الله. فالسفر كيف قلنا هو le voyage. le voyage. Un voyage organisé كيعني رحلة منظمة، يعني رحلة شاملة الإقامة والتنقلات، فكتسمى un voyage organisé. فالvoyage كيعني سفر أو رحلة. Un voyage organisé رحلة منظمة. العطلة هي les vacances. les vacances. les vacances. فإلا بغينا نقولوا لشي شخص عطلة سعيدة فهي bonnes vacances. bonnes vacances. وبالنسبة les vacances scolaires فهي العطلة المدرسية. فلي vacances كتعني العطلة، scolaires المدرسية. les vacances scolaires أو العطلة المدرسية. طائرة l'avion. l'avion. avion. الإقلاع يعني إقلاع الطائرة فهو le décollage. 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 فإلا بغيت نقول ستقلع الطائرة فهي l'avion va décoller. l'avion va décoller. l'avion va décoller. وبالنسبة للهبوط يعني هبوط الطائرة فكيتسمى l'atterrissage. l'atterrissage. atterrissage. المطار l'aéroport. 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 فبالنسبة للأيروبور كنكتبوها بالت في آخر الكلمة ولكنها لا تنطق. l'aéroport. الوصول l'arrivée. 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 المغادرة la sortie. la sortie. جواز السفر هو le passeport. le passeport. le passeport. وبالنسبة لجواز السفر ساري مفعول فهو un passeport valide. un passeport valide. وجواز سفر انتهت مدته أو انتهت مدة صلاحيته فهو un passeport périmé. un passeport périmé. un passeport périmé. التأشيرة هي le visa. le visa. le visa. فإلا بغيت نقول لدي تأشيرة دخول فهي j'ai un visa d'entrée. j'ai un visa d'entrée أو لدي تأشيرة دخول. الأمتعة هما les bagages. les bagages. les bagages. وبالنسبة لعربة الأمتعة يعني العربة اللي كنوضعوا فيها الأمتعة فكتسمى chariot à bagages. chariot à bagages. شاريو هي العربة، أباجاج قلنا هما الأمتعة أو يعني الحقائب. حقائب السفر. أمتعة زائدة عن الوزن يعني الباجاج اللي كيكون فايت الوزن المسموح به كيتسمى إكسيدون دو باجاج. إكسيدون دو باجاج. إكسيدون دو باجاج يعني باجاج فايت الوزن المسموح به. البحر هو لا مير. لا مير. la mer. سباحة في البحر nager dans la mer. nager dans la mer. nager. nager dans la mer. شاطئ هو la plage. la plage. la plage. الرمل le sable. le sable. le سابل. فقلعة من الرمل هي شاتو دو سابل. شاتو قلعة هي شاتو دو سابل من الرمل. جزيرة فهي اونيل. اونيل.
فانتبهوا بالنسبه لايل اي كنكتبوها باكسون سيركونفليكس اونيل قارب صغير او زورق فهو لو كانوي لو كانوي لو كانوي الباخره هي لو باتو لو باتو لو باتو الميناء le port le port le port مرفأ بحري فكنقولوا ميناء او مرفأ فمرفأ بحري port maritime port مرفأ او ميناء maritime بحري وبالنسبه للمرفأ الصيد فهو port de pêche port de pêche port قلنا هو مرفأ او ميناء لا بيش هو الصيد رحلة بحرية فهي une croisière الفندق هو l'hôtel فإذا بغيت نقول أريد أن أحجز غرفة لشخص واحد فهي Je voudrais réserver une chambre pour une personne. Je voudrais réserver أريد أن أحجز une chambre غرفة pour une personne لشخص واحد ممكن نضيف أيضا pour une nuit يعني لليلة واحدة. Bien sûr أنا كنتكلمو على chambre d'hôtel. Donc je voudrais réserver une chambre pour une personne. فندق فخم هو un hôtel luxueux un hôtel luxueux un hôtel luxueux حقيبة une valise القطار هو le train فإذا بغيت نقول وصل القطار متأخر فهي le train est arrivé en retard le train est arrivé en retard فle train هو القطار est arrivé وصل en retard متأخر le train est arrivé en retard طريق سيار أو طريق سريع فهي l'autoroute سياحة هي le tourisme وبالنسبة لقطاع السياحة le secteur du tourisme المآثر التاريخية فهي les monuments historiques المآثر historique تاريخية les monuments historiques مرشد سياحي فهو un guide touristique يعني مرشد سياحي touristique un guide touristique محطة القطار la gare رقم المقعد le numéro de siège موقف السيارات le parking شمال هو le nord الجنوب هو le sud الشرق l'est الغرب هو l'ouest بالنسبة للسباحة هي la natation alors الآن غنتعرف على الأفعال المتعلقة بالسفر فعندنا الفعل يسبح أو nager فإذا بغيت نقول أنا أسبح هي je nage الفعل الثاني الفعل يزور أو visiter le verbe visiter فإذا بغيت نقول انا ازور هي je visite
je visite الفعل الثالث يسافر اللي هو voyager فإذا بغيت نقول أنا أسافر هي je voyage والفعل الأخير يتجول أو se promener فإذا بغيت نقول أنا أتجول هي je me promène le verbe se promener ومع je هي je me promène أنا أتجول وبهذا كنوصلوا لنهاية الحصة نتمنى درس اليوم تكونوا استفدتوا منه وتكونوا تعلمتوا بعض المصطلحات اللي كنستعملوا في السفر أو في الفياج ما تنساوش تشاركوا الدرس مع أصدقائكم وأحبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعمل فائدة ولايك الفيديو أو جيم فهذا كيشجعني نقدم لكم مزيد من الدروس ونتلاقاو في الحصة المقبلة إن شاء الله.